هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. يسعد صباحكم عن جديد متابعي برنامج جوك، وأهلا وسهلا بجميع المشاهدين اللي انضمونا حاليا. ومعنا عبر سكايب، عبر زوم عفوا، معنا دكتورة هلا السواعي، أخصائية الجلدية والتجميل، اللي رح تحكي لنا عن كيفية الاعتناء بشعرنا في ظل تقلبات الفصول. وطبعا احنا بالحلقة الماضية حكينا بأنه الفصول وتقلبات الفصول وتغير الأجواء ما بيأثر فقط على بشرتنا وعلى الجلد بشكل عام، ولكن له تأثير كتير كتير على الشعر. معانا عبر زوم الدكتورة هلا السواعي. صباح الخير دكتورة. صباح النور، كيفك سالي؟ تمام، وانت كيفك؟ الحمد لله، أهلا وسهلا. أهلا فيكي دكتورة. احنا بداية يعني بدنا نوضح للمتابعين والمتابعات بشكل عام انه في عنا أكيد بكل فصل ومراحل تقلبات الفصول رح يصير في عنا مشاكل بشعرنا. في كتير أشخاص بيصير في عندهم هاي حالة الرعب إنه شعري عم بيوقع، شعري ناشف، عم بستعمل كل المستحضرات اللي خلينا نحكي التوب، يعني خلينا نحكي اللي هي الليفل الهاي أند ليفل يعني تبعت المنتجات، ولكن بدون أي جدوى. شرحي لنا أكثر عن المشاكل ممكن تصيب الشعر وطرق علاجها. احنا أكيد مش رح نطول عليك لأنك كثير مشغولة اليوم، فبدنا هيك منك نصائح سريعة وأسباب هذه المشاكل. صباح الخير لكل المشاهدين. اللي حابة أحكي إنه الشعر هو دائماً بتأثر أكيد بعوامل خارجية، إن كان عوامل الطقس أو عوامل خاصة إحنا البنات الصبغة أو الحرارة اللي بنتعرض لها كل يوم. هلأ بالنسبة للطقس، دائماً مثلاً عندنا بفصل الصيف مع الحرارة العالية ممكن هذا الإشي يسبب تقصف مثلاً بالشعر. كمان عادة بالمواسم، إنه مثلاً لما يكون بالأيام الطبيعية إن مواسم الصيف هو أعراس وطلعات وهيك، كمان بيزيد استعمال الحرارة للشعر، هذا كله بيزيد من تقصف الشعر. نفس الشغلة مثلاً بالشتاء، الشتاء ممكن يصير في عنا كمان جفاف بالشعر، بيزيد ممكن قشرة الرأس تزيد عنا بالشعر. هلأ بالفصول الانتقالية اللي هي زي مراحل بيكون في عنا فيها مثلاً زي هواء أو رياح خماسينية مثلاً، أو يكون في عنا كتير رطوبة عالية بالجو، ممكن كمان هذا الإشي مثلاً بالمراحل الربيع لما يكون في عندي بداية الهواء والجو متقلب، هذا الإشي بيزيد بالعقد اللي بتكون موجودة بالشعر، فهذا الإشي بيسبب بالتقصف. ليه كمان بيكون أساسه طريقة تمشيط الشعر. عادة كمان بفصل الخريف، المرحلة كمان هاي الانتقالية الكتير مهمة، كتير من النساء بيعانوا من تساقط بالشعر، اللي هي دائما احنا بنحكي بنفس تساقط الأوراق الشجر بيصير في عنا تساقط بالشعر، فهاي مرحلة كتير طبيعية، هي أكتر مرحلة النساء بيكونوا خايفين ومتوترين منها وبيجونا على العيادة بيعانوا من مشكلة التساقط بوقتها، بس هي إشي كتير طبيعي ومرحلة مؤقتة ورح تمرق وإشي طبيعي يعني بدورة حياة الشعر. هلأ احنا بنحكي على الانتقال بين الفصول من الصيف للخريف، ولا من الخريف للشتاء، شتاء للربيع، يعني كل المراحل الانتقالية وكل تقلبات الجوية والفصول اللي يعني تقلب الفصول اللي بتصير بكل المراحل رح يصير تساقط للشعر. وخلينا نحكي عن الجفاف والتكسر، وهل طريقة تمشيط الشعر إلها دور؟ لأنه في أشخاص عندهم معتقدات يمكن تكون خاطئة بأنه أنت قد ما مشطتي شعرك بالنهار أنت عم تحفزي الدورة الدموية، بالتالي البصيلة عم تتغذى أكثر، ممكن انه انت تحفزي الدورة الدموية فبالتالي تحفزي نمو الشعر، قديش مضبوطة او مغلوطة هي؟ هلا احنا دورة حياة الشعرة بالنسبة للتساقط في عنا ثلاث مراحل لحياة الشعرة، مرحلة نمو ومرحلة استقرار وبعديها مرحلة بصير في عنا فيها التساقط. عادة اكيد مش بكل مرحلة احنا عم ننتقل من فصل لفصل المفروض يصير في عنا تساقط، عادة هي بتصير شهر 9 شهر 10 اللي هي تقريبا وقت ما نحكي اخر الصيف بداية الخريف، هون بصير في عنا التساقط الاكبر. تمام. هلا بالنسبه للمعتقدات تبعت التمشيط الشعر، هلا التمشيط بشكل عام هو إشي كتير صحي لانه بيحفز الدوره الدمويه، وثاني إشي انه الفروه الراس بتصير في عنا فيها افرازات دهنيه،
لما احنا ننشط الشعر بنكون عم نوزع هاي الافرازات الدهنيه اللي هي بتكون مفيده اذا كانت لحد معين، بنوزعها على فروه الراس كامله وبتكون عم بتغذي لنا الشعر وبترطبه. لكن مثلا طريقه التمشيط الشخصيه يعني عند كل حدا فينا كيف بمشط شعره، هاي اللي ممكن تصير تسوق الشعر او تعمل مشاكل بالشعر. احنا بنحكي عاده انه الشعر مثلا لما يكون مبلول بيكون باضعف حالاته، فمثلا بعد الحمام مش دايركت، في كثير مثلا ناس بمشطوا شعرهم جوا الحمام وهي عم تاخذ الشاور بتكون عم بتمشط شعرها، هذا الاشي مثلا كثير سيء. كمان عندنا تمشيط الشعر مثلا دائما لازم نبلش من تحت لفوق، في ناس بتبلش من فوق لتحت، فهذا الاشي كثير بيسبب انه يصير في عندي عقد ويتكسر الشعر معنا اثناء التمشيط. دكتور، الاشخاص او السيدات اللي بتعاني من الشعر الرقيقه اللي هي قابله للتكسر شو بتنصحيهم؟ هلا دائما الشعر الرقيقه ممكن تكون طبيعه يعني انه هي طول عمرها هيك شعرها رقيق، او انه كان شعرها منيح وفجاه الشعره صرنا نحسها انها صارت كثير رفيعه. بهاي الحالات اول شيء لازم نعمل فحوصات دم نتاكد من امراض الغده الدرقيه لانها كثير بتاثر على الخمل يعني تبع الشعره. كمان الممارسات اليومية، يعني إحنا البنات ثلاث أرباعنا الصبغة كل يوم أو كل فترات، يعني استشوار الفيل الحرارة هاي كلياتها كتير بتغير من طبيعة الشعر. فبنحكي دائما إنه الأساسي صراحة أنا بشوف عندي بالعيادة البلسم، مثلا استعمال بلسم الشعر كتير ناس بتعتبره إنه خطوة زيادة، هو بالعكس إشي كيف إحنا لما نتحمم بصير عندنا مثلا بنشف الجلد تبعنا، فضروري نرطب بكريمات. الكونديشنر أو البلسم هو عبارة عن كريم للشعر تبعنا لحتى يرجع يعوض الجفاف اللي تعرض له خلال المي الساخنة والحمام. كمان الزيوت الطبيعية مثلا استعمالها كتير بيعطي بيغطي الشعرة بطبقة زي كأنها طبقة حماية، فهذا الاشي بيقوي الشعرة أكتر. لكن الممارسات الخاطئة كمان مثلا زي زيت الجوز الهند أو الكوكونات أويل، في كتير بنات بتصير تستعمله كتير يعني زيادة عن اللزوم، هو عادة مرة بالأسبوع مثلا، في ناس تستعمله كل يوم، هذا الاشي بيسبب إنه الكوكونات أويل هو كتير تقيل، فبيعمل انه بيسد مسامات الموجوده بفروه الراس وبيؤدي للتساقط. يعني كل شيء دائما نستعمله باعتدال وبكميات بسيطه ونكون عارفين انه هل هو مناسب لنا او رح يضرنا قبل ما نستعمله. دكتوره، هلا في فصل عن فصل بيفرق، يعني مثلا خلينا نحكي بفصل الشتاء ممكن يتساقط الشعر اكثر من فصل الصيف والعكس. هلا احنا البلك يعني أكتر كمية من الشعر بتتساقط عنا زي ما حكينا هي رح تكون بفصل الخريف. هلأ بشكل يومي كل حدا فينا إشي طبيعي إنه يتساقط شعرنا لحد 120 ل 150 شعرة باليوم، يعني إذا مشطتي شعرك وطلع عنا تقريبا هذا الكم أو أقل شوي أنت هيك بالحد الطبيعي. إحنا بنعتبرها مشكلة لما يكون عنا عدد الشعرات هي أكتر من هذا الشعر من طبعا أكيد ما حدا رح يقدر يعد يعني الشعر، بس إنه بالنظر أنت رح تحسي إنه والله اليوم التساقط عندي أكتر من الأيام العادية. فهون بيكون في عنا انه لازم ندور على اسباب. بس الفكره بالموضوع انه مثلا انا ممكن هلا حاليا بمر بفتره مرحله شعري انه عم بتساقط، انت مثلا شعرك عم بمر حاليا بمرحله النمو، فكل حد فينا بمر بمرحله شعره مختلف عن الثاني، عرفتي كيف؟ نعم مزبوط، بيرجع بيطلع الشعر بعد فتره، يعني اكيد مش راح الواحد يوصل لمرحله يعني صبايا بالذات لمرحله يكون شعر يعني ممكن يوصل لمرحله نحكي فراغات كبيره بالشعر. هلا اذا وصلت لمرحله كبيره انه في فراغات بالشعر هون بستلزم منها انها تروح تشوف الدكتور. طبعا هلا احنا دائما بنحكي يعني الاصل انه احنا نتابع المشكله باولها، يعني اول ما تحسي انه صار في تغير عليك بموضوع شعرك من ناحيه تساقط او انه فراغات موجوده او قشره او اي شيء، نحل المشكله من اولها، ما نستنى ليصير في عندنا فراغات كثير كبيره، لانه تساقط الشعر في كثير طبعا انواع وامراض مختلفه من يعني تحت عنوان تساقط الشعر، لكن في منها اشياء بتكون مزمنه، فاذا ما عالجناها باولها بصير صعب كثير علاجها بالعياده. طب دكتورة، في أشخاص بيستعملوا البلسم أو الكونديشنر بطريقة غلط، يعني إحنا كتير مثلا كنا ننبه نحكي إنه البلسم ما بينحط على جذور الشعر، بنحط بس على أطراف الشعر، مزبوط؟ بالضبط، حتى الماسكات يعني الكونديشنر هو بس احنا بنحطه على الاطراف لانه نرطب الجزء اللي ممكن يكون اكثر شيء ناشف حتى يسهل علينا عمليه التمشيط ونرطب الشعره، لكن اذا حطيناه على فروه الراس ممكن يرطب كثير زياده ويتقل الشعره وهذا الشيء يخليه يؤدي لتساقط الشعره، فبيكون عم بيعمل اثر عكسي. حتى الهير ماسك. طيب انت قديش تنصحي بالماسكات المنزليه
اللي هي الزيوت، زيت الزيتون، الخروع، جوز الهند، يمكن تكون خلطات مع بعض، ليش تنصحي فيها؟ صراحة أنا كتير بحبها، يعني بحكي كل حدا إنه عنده وقت إنه يعمل هاي الخلطات، يعني أنا لو عندي وقت كتير بحب كنت أعمل هذا الإشي، بس ما بزبط يعني معي للأسف. بس إنه الخلطات كتير مفيدة، أهم شيء نكون عم نستعمل زيوت ما تكون كتير ثقيلة على الشعرة، يعني زي مثلا إذا كوكونات يكون مرة واحدة بالأسبوع، مش غلط إنه إحنا نحط زيوت خفيفة زي زيت اللوز مثلا، الخروع كتير منيح، زيت الجرجير، هدول بنحطه على فروة الراس فرك بسيط، تحطيها مثلا ساعة ساعتين ومرة واحدة بالأسبوع، بالعكس بيكون إشي كتير منيح. هلا عصير زيت الجرجير، بيقولوا في مثل بيقول انه الغذاء المفضل للشعر هو الجرجير، يعني احنا لازم حتى نتغذى من جوا قبل ما احنا نعتبر الشعر من برا، يعني التنتين بيدعموا بعض. بالضبط، هلا دائما الاكل تبعنا هو كثير بياثر على الشعره، من اهم الاكلات اللي هي اي خضار ورقيه، اي شيء لونه اخضر بيكون كثير منيح عندنا لصحه الشعر. طب دكتور بدنا منك نصيحه اخيره، انا عارفه انك مسترجله، يعطيك الف الف عافيه. الله يعافيك. تأخيرا إلى روتين العناية اليومي بدون إفراط، وقديش إحنا لازم نحمم شعرنا فعلا؟ ما بعرف إنه بيفرق، في شعر بيكون دهني، شعر بيكون كتير جاف، قديش إحنا ممكن مثلا نحمم شعرنا بالأسبوع؟ ومثلا بدنا منك نصيحة للعناية بدون إفراط. هلا يعني بحب انصح كل حدا صراحه، الشعر سواء احنا شاب او بنت طبعا عم نحكي، هو إشي كتير مهم لنا، خاصه طبعا البنات اكثر، دائما لازم ندير بالنا عليه، ننتبه على اي تغيرات موجوده عليه، نتعامل معه بلطافه. يعني الشعره هي إشي كتير رقيق، في ناس تعتبرها انها جزء ميت من الشعر، لا من الجسم، لكن هي بالعكس إشي كتير بتاثر بعوامل داخليه وبعوامل خارجيه. مثلا بالنسبه للبنات المحجبين، انه ما نشد شعرنا كتير من تحت الاشار، لانه هذا الإشي بيؤدي لتساقط بالمنطقة الأمامية للشعر، فلازم نكون لطيفين وإحنا عم نتعامل معه. بالنسبة للحمام، أنا بفضل الحد الطبيعي إنه إحنا نكون عم نحمم شعرنا يعني من مرتين لثلاث مرات بالأسبوع. الحمام أكثر من هيك بيكون عم بنشف الإفرازات الدهنية اللي أصلاً عم تطلع عنا من فروة الرأس، وهذا الإشي ممكن يسبب لنا جفاف بفروة الرأس. وبعدين غير على إنه الشعر بصير بتعود إنه هو كل يوم لازم يتحمم، ولا بصير مبين إنه كتير مزيت، فهذا الإشي بيكون مش عملي عند ناس كتار. طب قبل ما اختم معك بشغله، في انت ذكرتي نقطه مظبوطه، في اشخاص عودوا انهم عودوا شعرهم بانه يتحمم كل يوم، فصفى الشعر بين مزيف، كيف ممكن احنا نرجع لعاداتنا القديمه نحمم شعرنا مرتين لثلاث مرات بالاسبوع؟ يعني كيف ممكن انه الشعر يرجع لعمل توازن بافرازات الدهنيه؟ هلا الافرازات الدهنيه في عنا احنا شيء اسمه اكزيما دهنيه، ممكن يكون يعني شيء مرضي، وممكن يكون عنا طبيعه فروه راس، او انه هو صار طبيعته انه هو متعود كل يوم يتحمم او ببين مزيت. هلا اذا كان في عنا امراض الاكزيما الدهنيه، لازم هون نلجا للعلاج بالعياده حسب الحاله، في قطرات شعر، في شامبوهات ممكن نستعملها بتخفف وبتوازن هاي الافرازات الدهنيه. كمان انا بحكي مو غلط انه كل فترة إنه نخلي شعرنا يزيت، مو ضروري لمرحلة يكون المنظر سيء، بس إنه يعني تعطيه مجال إنه يصير شوي شوي يتعود على هاي الزيوت لحتى يستفيد منها. نعم دكتورة هلا السواعي، أخصائية الجلدية والتجميل، كنت معنا عبر زوم، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك. شكرا لكم، أهلا وسهلا. شكرا، شكرا لك. أهلا حبيبتي. متابعينا، إحنا بهيك رح نختم معكم حلقتنا اليوم، وأكيد بتمنى نكون خفاف عليكم، و نتشكر اكيد يعني زملائنا فريق طقس العرب، ونتشكر اكيد ضيوفنا اللي نورونا برنامجنا اليوم، وطبعا اكيد يعني اذا بتحبوا انكم ترفقوا صور منطقتكم، صور الطقس اكيد بهاي الاجواء اليوم، يعني عبر خاصيه انت الراصد فريق طقس العرب، نزلوا تطبيق طقس العرب، بتقدروا انكم انتم تصوروا الصور وترفقوها اكيد على التطبيق. وطبعا اكيد تطبيق طقس العرب كثير عنده اخبار محليه وعالميه، وبتقدروا تعرفوا عن حاله الطقس 14 يوم. وطبعا دائما وابدا نتمنى منكم انه دائما تلتزموا بالكمامات، دائما يكون في تباعد جسدي، ودائما يكون في حفاظ على سلامتكم وعلى سلامه الاشخاص اللي حواليكم، حتى احنا نحد من انتشار فيروس كورونا. الاعداد عم بتكون مخيفه جدا، والنفسيه عم بتكون يعني متحطمه، خلينا نحكي لكثير من الاشخاص اذا مش كلياتنا. فمتمنى من ربنا هيك يرفع البلاء والوباء عن شعبنا وعن امتنا وعن العالم اجمع. كنت معكم انا سالي فريتخ، وان شاء الله بكره نحكي معكم من زميلنا استاذنا الجتاوي في تمام الساعه 7:30 الصبح مع ظروف اجداد وحلقه جديده من برنامج الجو. ان شاء الله يكمل نهاركم على خير، وتفتح لكم كل ابواب الى اللقاء.